قدمت لنا محلك وذا معروف هي وجه الرفاقة وموفرينه. اوكي اوكي انت تبي كذا تبي هد كذا تحب انت يا نواف. شلها في جنبك شلها في جنبك. حاسب التيشيرت حق متى انت قاعد تقول تعال فضيل؟ اذا مت متى بس؟ لاني بتاكد يوم اني انا ماني هنا. والله والله لا السرقه لجتني فضيل عيني قدامك هناك فضيل. والله انا اسمع انا بس يقول صار ملاقيه يقول ربي لا شغلني هنا صار ملاقيه كل اللي يقول على الوجه الاشنى الوجه الاشنى والله صراحه هذه ابيات عباس دقيقه عباس للتاريخ عباس عباس ابو فهد دقيقه بس دقيقه خلاص ضبط يرجع بعد ايوه حبيبي صالح والله خلوني صالح اعطي بصح دي بروين اسمايل مان اذا تعرف دي بروين من وين انا جايب لك تابع دقيقه كتب وش قصيد تكفى ربه يا زايد يا زايد عز يا عز والله ترى زايد محمد ونعم 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 فيك انت ونعم فيك انت ونعم فيك انت ما عليكم زود كلكم خش معص ما معص ابو ناحي جاك وقت تبي مناحي صد لا لا دوم النفاق مناحي 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 هو مصور عباس خالد الروقي من قصور انفقاء ابو حجر كم وين وين ها حداك وش اسمه زايد شو اسمه كان قلنا بقى خلي بن ناجي زايد محمد بن ناجي محمد اعطيك الفخ اسمه ترى فنون انت زايد بن محمد بن زايد زايد محمد بن زايد ولعب بن ناجي وش دراني حط لنا الكشه ثاني عيال عباس بن فرج بن عباس بن فرج كرر ودك هنا لا هناك لا انت فهمتني مكاننا زين بس مكاننا انا خالد بن دعيج بن صلف بن تركي بن جداع بن الروقي صلف صلف اي والله عند اسم صلف والله عند اسم صلف والله انا هالجنه ما اخذت منها شيء يا رابع هو علي حسين علي حسين علي حسين يا مال الجنه في في اسامي غريبه عندهم ما شاء الله في اسم كبيره عندنا اسم اسم شو اسمه طعيميس بتال بتال في معروف طلق مطلق عندكم لا لا عندنا واجد عندنا بتال بتال واجد الدواسر حلو مطلق ما جاء كتاب جاء من هو طلق مطلق طلق مطلق مصلح عندنا واجد حنا بعد مصلح مصلح واجد يا مصلح يا مصلح انت تسمعني يا مصلح انت تسمعني والله ذبحت لنا بطحه البارده انا حب امبارح انا حب امبارح يا محمد انا حب امبارح حطينا جلسه ثانيه والله كنا جلسه كنا جلسه واحده وما بعد قبل شوي قبل شوي قاعدين ونعم قبل شوي قاعدين 11 رجال لا والله كنا اثنين اليوم جايين نتفاهم بيش عشان نكتب له حلوة اعطني طالب من نون يا اخوان اعطني انا بس سمعت بعدك انا ها تبون قصايد الحين اي اي انا اكتب في يوم واحد مندوب كركم يخلص المحتوى انا بقول اسمع عشان اضبط اعلان انا يا الربع بصراحه اليوم في البرايم صارتك كنت سعيد جدا شفنا شو اسمه شفنا شفنا العيال العلبه جماهيريه وقفوا على الستيج ابو خشمان هناك ترى هذا مو بيعني انك جمهور لا باقي باقي ترى قدام قدام باقي العبره في الخواتيم بس انا ودي الصراحه ايوه صراحه يعني صراحه في الابرايم الجاي ان الله كتب لنا حياتنا ان شاء الله ولكم يوقفون اثنين ويبان جمهوريتهم جماهيريتهم يا عبد العزيز الاسلمي يا حاتم الحربي شوف بدون مداخله اي فزعه منه ولا اول يسولف انا ونواف دقيقه نقول النجم ينزل بس صح دقيقه كلكم غالي لكن اجي على الستيج وانا من ضمن الاوف سايد ترى اتحداكم واحد انا بتحداك ولا اتحداك كفو يا محمد كفو ما خص احد ولا احد والله كفو اتحداكم جميع والله كفو انا كلامي واضح هذا تصريح من زايد انا كلامي واضح وصرح زايد بن نايل عشان ينقهرون لا بكفو تصريح تصريح مصرح قال طلع والله ان البرايم اللي كان اليوم يعتبر انهم اللي وقفوا جمهوريه كبيره عادل ريان عز فيحان المهم هذا لا يعتبر انه خلاص يعني احنا نموت لا يا حبيبي العبره في الخواتيم زين ولكن انا اتمنى البرايم الجاي تفقفون انتم يا اثنين انتم يا اثنين ونشوف من اللي والله صارت تاخذون من اللي فيكم ياخذ حصات الجمهور بدون تدخل والله صارت عزيز اسلم ما اعطاه الله حاضر عشان ما اخذها انا عزيز يطلع برايم عشان
يعني هذا تصريح منك انت. نعم. انا زايد روح زايد شوف شوف انا ها؟ ها؟ لا لا حبيبي هي بوحده لا 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 اذا وقف عبد العزيز الاسلمي وقف حاتم الحربي على الستيج ما راح تكون وحده بعدين بعدين الجمهور اللي حاتم له وجمهورك لك اي بعلمك قوة الوحده بس اليوم يمكن اسمع يا عبد العزيز دقيقه ما تكلمش دقيقه انت ما اخذ الاسبوع ذا انا متاكد لو وقفت الاسبوع الجاي عزوز بيصرح بيقول جمهور وجمهور حاتم واحد حصلنا ثلاثه من حاتم اه كذا نظامكم لا لا انا ابي منكم رجل يوقف أيوة يوقف تحدي أيوة تحدي ويقول تحدي ولا شجعه احنا قوتنا احنا ترى جالسين احنا بعد احنا اللي نصيت احنا اللي نصيت لكن لو نصيت الزمون الزمون اسمع 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 مناحي فا وقت عاد زايد ترى اسمع تسريح اسمعوا زايد يا ابن عبد الله انت اسمع ايه زايد اسمع اسمع ولا راح اشوف من الضغوطات يا ابو اي زايد خليني والله انظاري يوجعني كل شغله ايه بتصير مثل واحد اسمع يا مناحي يا مناحي اول سولف انا النواف اقول النجم النجم ينزل من وين؟ من السما صح؟ انا لا تهدفها لا تهدفها هي تمشي يا عيال دوبها تهدف قصده بينزل يبعثرهم بعثركم انا مثل الشهاب اللي يضرب بامر الله سبحانه وتعالى على الجن انا اشوفكم تضرب انا مالي مثل حد انا زايد هي هي والله ما ادري تشوفوني بريء صح بريء وجانا اسكت بس اني انا مجهز لي انا بجهز لي حاجتي قويه جاهز لي ابو منصور حاجتي كفو كفو تصريح لهم زايد اعطيك تاب انا عندي فعل انت كفو عندي فعل انت كفو تحريمها صريح نجم الجمهور ومدري ايش يقول انا خليني اتصريح لهم خالد جديع المركز الاول المركز الثاني نجم الجمهور من؟ ما دخل نجم الجمهور انا بشوف اتصال ابي انا جاي راح ما تعرف صح ما تعرف انا علمت صريح عادك تزيد ما وين مشعل؟ نار التحدي ولعت والحطه برمث وانت فيها نار التحدي ايه ورمث يعني والسهم سهمي وركزه وسط قوسي واللي ينافسنا على الجانب الدمث وانا تشواربهم على راس موسي اوسي موسي عطنا عطنا ايش موسي بيره تدري والله بيره والله موسي عندنا بور بيره ترى موسي شعير اوف بيره اسمع يا بيره لا اراك شيء مع اني انا ما كنت داخل تحدي تحدي بين زايد والاثنين اللي فوق لا جديد. لا ما قلت لكم لكم جميل خذ روق يا ولد انت يا زايد والله انت كستك نجم جمهور ولا مركز الاول خذ بالنص اما مركز الاول ابي ادقش حمد مناح بيشوف له تحدي تصريح عندك تمهيد ادخل ورني فعلك خاص بك سنتين انا ربع خلي ما بدك خشمك يا عبد الله يعمي عيون الحسود ايه منفع انه يحتز مصر والعراق الاسفل عاد جاهل سعيد بن زهره في المحاضره من كذبكم مصر والعراق الاسفل بيض الله وجهك ابو عبد الله عندي ثواني ثواني بقرا قصيده واحده كلها صعيبه بيض الله وجهك بيض الله وجهك خلنا نوع طيب ابو فهد يا بهلي لا تحدي لا حضر جمالنا هلا اصبر زين كسر شيل الاربعة شلوها ايوه 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 ارفع الصوت ما ادري ايش يقول جمالنا انا وانا هو ساعة كاملة رافع ايده كذا مركز الاول بقرا بس لي وبعطيك اياها نكسرك ونحذف بالبابا السامع لا كذا شش ابو فهد هذا اهداء الهباس يا الربع هذا اهداء الهباس يا بعد راسي ابو مناح نكسرك ونحذف بالبسام في محفلنا وابو بسام يركفنا يقول اهداء لك نكسر حمنا وتعالى اسمهم كسر يا غبي كسبها لهدادة وان كويناك عليك زود الرجال يطلع مارسوس بالساعة مخليكم تاخذون راحتكم ابو الحصانات ابو مناحي غلفها لك وحطها في بطن حوت في البحر
يقول هذه هداه لعباس نكسرك ونحذف البسام في محفلنا. ونتقهوى عقب غبرك، كيف نتقهوى عقب غبرك؟ ندري ندري. هذه باسمك يا حبيبي يا حبيبي، انت كنت معطيهم بريك سالس ايه خذوا خذوا، لكن يا ويلكم من قلبت انا. لا يا من الغاب، لا يا من الغاب، انت قلبتهم اليوم. هايك تدري، هايك تدري راقد اليوم. اقول اقول كالبيت اللي قلت تحت لها واقول ذا الحين. لا لا اهتز مصر والعراق الاسود. هذا عندك يا محمد بن مناعي، هذا رد على الهباش. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك ابن عبد الله. لا 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 لا، قد انفجر وجهي والله، قد انفجر. شوف شوف هذا، والله قد انفجر وجهي. انا شلوت راسي ودت يا وزي وزي بيرة. نعم، هنا الناس اللي تفهم، هنا الناس اللي تفهم، وهنا الناس الأقوياء. نعم، بسم الله أرفع التحية لصاحب ذلك القصيدة والشيلة. نعم نعم، ومعروف، ولكن الشيلة هذي على أنها من الشيلات القديمة، قدها قديمة ولكن متصدر. يا رجال انت عندك مخالفة فيها. دقيقة دقيقة، بكره لهم ومختلوهم زايد بزايد، وقعوها على ظهر. اما ذا الشيلة تحبها شوش اشهد وهري وسي لحن اداء كريمات. قال لو غنيت يا ابن خير يا مروض القفار تحزن ربعك ورفع الصوت بالعاني، حن الرعود ويسعد بارق الهبتان. مدري ايش يقول يطير قيفاني، اعرفها القوى، اعرفها اعرفها القصايد، قاف معنا بحر واوزان، واذا جبتها من بدع راسي ووجداني، اغني وانا طربان واكتب وانا طربان، وراسي سلفات الطواريك ايش عاني، اذا جيت بركض واتعوذ من الشيطان، تعزوا بي الجنه المسمى وناداني، يسمي ورتل ما تيسر من القران، وبلاي معي جنون ويزود اجناني، سلامي على الان سلامي نينا ومسك العين، هذا الوقف اللي في العين او في كنزان، وسلف القاصيه بخرب هداني على ذكرهم، لحن صوتي على مدري ايش يقول الالحان، ولا بنسمعني طيب الراس لحاني، يا رقاب الزحمان ولا انت راكان. ما عليك سوي مزاياك واجد يا رفيع القدر والشان، وشان جيت بعد في مزاياك ما مداني، زعيم الكرم منصر العرب مقدم الشيخه وسيع البلايد مكرم الضيف والعان جاني يا ابن دخ 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 تفزق يا شوق الهنوف، اختست العزوة الشجعان، خلال حالة ينطح القوم وحداني. يا عيال اجلسوا 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 يا عيال. هو اللي رماها ولد عمي ولا اللي معه؟ ولد عمي. لا لا عادي عادي عادي، مون يمون. اسلم يا محمد، اسلم اسلم، سمعنا والله سمعنا قصيدك. اسلم يا زهير، اسلم يا زهير، سلم ترى تقول امي جاك الماي. يلا يلا اسلم، يا رجيب محمد عندك قصيده يا عيال. كعبه كلام دبه صح والله، كلام عندك كلام دبه، عنده عنده كلام كلام دبه احسن. عندك قصيده، هات يا قمر يا دندور، هات يا قمر. شو تقول امي؟ يا قمر طق القلاه. قل الشعر، قل الشعر، قل الشعر. يقول صحيح جدانك خضبت السيوف، سيوف مات من جدانك الله يرحمه، ما تبتلش يا طحت لك في رجل معروف، تبلش عيال الكفو في عيال ارخمه، تبلش عيال الكفو في عيال ارخمه. انا حافظها بس ضيعني الكتاب ذا، عيد من جديد. عد 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 من جديد، مخرج عيد عليث عليث صف. صحيح جدانك خضبت السيوف، من مات من جدانك الله يرحمه، ما تبتلش يا طحت لك في رجل معروف، تبلش عيال الكفو في عيال ارخمه، رسائل الحياه رسائل الحياة تجارب في ظروف، تعلم الرجال ما لا يعلمه، تخالفت وضح النوايا وبيض الشفوف، وجاتك مفريد الحياة نرهمة الخوة اللي ما تمحصها الظروف مثل السلاح اللي معلق بشحمة. الله وش بيت الخير؟ الخوة اللي ما تمحصها الظروف مثل السلاح اللي معلق بشحمة. بس البيت الثاني أنت كنت فيه وهو كسر. ما تدري؟ لخبطني كتاب. والله باص. والله مسكم الهباص والله. هلا. صح هفه هفه ايوه القم كفو هوت شوت هوت شوت جيبهم مش عاقلين، جيبهم مش عاقلين، امشوا امشوا امشوا. انا قاعد اختها اليمن مات موتني قله على بعلي ملاه هلت شعرها،
وإلى خطبنا اختلف حلاس وقلنا شو قلنا الهدف يا عمارة. الله صح صح طيب طيب يا روحوا العبوا في العشاء الهنقر 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 والله يا من جان يسعى والله لا عج على ذني ولا اربع وش الثياب الغتر اللي ب 400 كلها ب 400 والله شوف سيار غترتي اعطيها طيب غترتي غترتي مسلم غترتي اعطيها زايد لا زايد انجع راح يسلم مرة نتقهوى انا وياه في محل يا بيكم يا بيكم الله محفظتك يا بيكم انت روح وحطها على الطاولة وعجبتني عجبتني شكل انا احب المحافظ الصغار حقت ابو طالب قمت انا خذيتها وقمت انا بها وله وجع لها سلم قال مقدمة قلت لا على ابي اعرف محلها قال انا بوصلك محلها لكن والله العظيم انها ما جتني هديه تاخذها لكن ترى والله انها غاليه والله ما تشتريها قلت والله ما اشتريها قلت والله لا اشتريها قال والله الهديه جتني ب 4000 قلت والله ما اخذها والله ما هذه الهديه والله ما اخذها هديه 4000 والله العظيم انها هديه من امك والله ما يجي من امك ما يجي من جدك السالم زارت علومكم وعلومك ما تجي نسمع وانا ابيك صلوا على النبي في اسم الله راح احط العزبه تلعب نفس كذا اخلي قناه الواقع تنزل صورتك على عصريه الجمعه انتم اللهم استر انتم تبون ان نفيد نستفيد انت تراني ب 24 ساعه هنا ب 24 ساعه تقول العب ها ب 24 ساعه يا خالد خالد شو اسمه اللقب الجديد اللي ايش وش اسمه جردع جردع ابو جردع لا 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 اسمه جردع اسمه جردع من يوم راح جردع خلاص ابو جردع لا جردع 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 اسمع السالفه والله العظيم امكم لما تجلسون عقال نجعل ذري وذريكم اربع لا ست ست دقيقه انت تدري وقت غلط خلاص لازم تمسكون تقول مشعل شو تقول قبل شيء والله لازم تمسكون انا متوهق باللي في جنبي نواف لا ادري ولا منها ترى فسحه فسحه وناحي اللي تحتي حاتب والله حاتب قديم لا لا قديمه قديمه نمله قديمه قديمه نمله نمله النمله الكبيره قريجي لا عيال اخو هاجر شوف لا وخر وخر يسال وخر 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 قدها 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 ها شلون ما اعترف زمان ايوه خليني اعترف ايوه 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 هناك قمنا يا رجل محمد مناح جعل كبرك جعل كبرك جعل على خط انت شارك وقبل وزنك 80 يا رجل الشراسي واقف طلع يا رجل دعوا كبرى على الخابة الرجل كم سوي واقف شاعر المنا وراحة الدنيا محيح كلها يا جعل خل اصمت سالم انا وش سويت ذا الحين والله انقهرت والله مسوخ اضرب عبده في غترته انا اسمي الغتره ابي اشطه خمد من ناحيه والله وحكتني اما الاولى يا ربع والله العظيم يرجع والله الصوره اقول يا فزع انا اول واحد يقول له ما قام قلت المرة تتي الجمهور صحيح وانا معك انا والله اتفق معك بس يروح سوى الجلسه هنا وجونا اثنين ما نعرفهم الله لا يبارك خرب جسدنا وكبوا علينا يا رجال ما يصير حتى عقاب انا قلت له قلت يا عقاب
الى متى الى متى يعقوب يعقوب الى متى يعقوب يا الله يعقوب يعقوب ها اتحدث ايش كان يقول سيف كان يقول عقوقب لا يقول واحد يقول كلمه واحد يقول عقوب خاص يب واحد اذا فاز بها واحد غصبه هدفها على البث قال عقوب صح نقول عقبقب يلا الله يا ربي يعاقبك اليوم في الاخر انت دارس اللي عقب خلاص نوفصور خبر اقول اول واحد يخرب الجلسه انا جالس اللي كان منتبه يبي يخرب جلسه يعني لازم موجود بس انت رجال لا تتحرك يا اخي لا تتحرك شنو شفت شلون خايف خاف انت والمشاريف والوضع السناب شوف انها غريبه وانا وضعي غريب صار صدري كله جروح وجروح اجداد والجروح اللي على جروح قالوا ما تطيب تبي ولا لا والله قد لي وانا جاهد الضيق اجهاد ولا نفعني ما حقاري ولا وصف الطبيب ابو حسين عطني النصر اكفى قصيده تلعب فيها يا ايه قاري انت محصل اخوان اسمع هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب طلع عاد نبي نقرا وش تلعب في القصيده انت وجد الله يستر عليك رح 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 يا جماعه كيف ما فيكم صليتوا على النبي قرات الكار الصبح والله هذول بيخلونك تقرا الكار عبد العزيز خاتم قبل لا يجي الصبح لا يجي عقب صلاه والله اني صعب الاستاذ من الحسين يعطينا مفتاح احد الغرف نقفل عليه نقفل عليه وفي وفي نهيره عنده ابدا يجلسون والله يسعون يسعون لين يقتلون اني 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 كلمه في قصيده انا سمعتها انت اسمع يا ابو سعود الحين الربع يقول ربع لا شافوا النهيره صاروا ملاقيه حلو مضبوط كل اللي يقول اقلط انا الوجه لشنا وجهه غيرت كلمتين بس يعني ان شاء الله مبادئ شاعر انت شاعر خلاص وش يقول بعد البيتين هذه خلاص فكره رهيبه يقول ربعي لا شافوا النهيره لا ربعي لا شافوا الديب صاروا ملاقيه ربعي لا شافوا الديب صاروا ملاقيه كل اللي يقول اقلط انا وجهه لا يعني لا تقول لا وجه ولا ايش تقول يا السن والله وجهك بطل تقول يا وجه بنفهر تروح انت اول من يقف عليها هباي عرض الرجال كانه كان قبل يزير ولا يود مع السن كانه سقف لاند قسم بالله انت عمرك صبحيه جاك الفنجان يمشي 200 صب املي عقاب عشان يجيك ممتلي انا لله يا ولد حتى ابو ملاح ايش دخلك اي شيء ابو ملاح ابو ملاح طفع ابو ملاح شفت البو اللي يجيبونه قدام الحلال عامل البو سالفه ما خليتني انا اسمي البتراح واحد ابو ملاح يصدق فازع لك الرجال واو يا ملاح سليم قال ابو ملاح يحسب يستمزع بي ما خليته لما انطلق علي هو فقد الاعصاب يوم شلحها هو عطاها نبرة الخروج من السيطرة لا شوف شوف هو ما هاجر حاتم بيشيلها كذا والله الرجال اربع رجال صغير انا اعرف سالم عبد الله اعرفه اعرفه انسان يمكن قد شفته هاتي متعوفي واضح واضح يوم ضرب عبد العزيز لا يدخن ولا يشرب غازيات ولا محافظ على صحته يوم ضرب عبد العزيز تمكن حاتم من المسكه تمكن خلاص امسكه امسكه توهق انا لف ما عاد يلحق روحه شلها الرجال شلها صح طلع الصوت اللي سمعته قبل شوي اعطني بي فنجال يا ريتشل كرك كرك قول علي بمغيب لك ربي لا في البياله هزه في البياله فنجال فنجال يا عضيدي مغريات الحياه مولي ها خاطري عضايا مقفي وصاد واد راحتي معال من صايمه ومصليه مستتب الوضع هذا ولا هجاد ولا هجاد وسجل ايش تبغى شيء عشت ايام وسجتي لا شفت سود الجمام من فليه في فياض قد مثناهن الوسمي
وعاد يوم تبدي ولفها مرحبه ومهليه ويوم تمشي تقول موكب ولي عهده البلاد زينها والعالم معليه مدليه تنسف الارقام نسف الهبايب للرماد طولت بنت الطويله بنات مسليه تاخذ الدعوه محبه وتاخذها عناد عناد غاليه في خاطر الشاعر غاليه في خاطر الشاعر ومتغليه كل يوم انت تستلم منها بيتين انجذا سبحان من يشبك يا ولدي نبي نقاش 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 فيها مدليه وهي مدري من عندك ولا من الشعر شكون سعد بن هتيل من اداب اسمع من اداب من اداب دقيقه من اداب سيف الفرعي مسلول الاخلاق مقدمون لاعب ظرف ساعه قدام وعدم الضحك وعدم الرجال اتكلم يقضي واحد يفنفر هذا السواقه فن واخلاق وذوق تقول ورعن اسمع اسمع هذا سعد بن هتيل الدوسري ربي يرحمه يقول الله يرحمه ايش يقول ماني بمير امير طيب جماعه الله سيف الربعي في المواقف مسلول قول اقدموني لاعب ظرف ساعه قدمتهم مقدار 15 هاي بس كوم كوم مرحب يا خالد اسمعني يلا هيا فيه ولا خلص ايه فيه فيه طب يا ابن الاجواء من الشيوخ ابشر بس يلا مدجاك يوت حنا جلسه ضحكيه جيب لي قصيده قصه ضحك عيش الجو سالم يلا اشرب زين ترى وديني وديني وش هو اشرب زين انت واضح اكثر يوم قمت وطاردت وطرحت وطرحت بس انا حار لا 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 سلامي باسم السعودية بلاد الملوك نبي كذا جغمه مع بعض كلنا مع بعض يلا دقيقه خلي خلي يلا استعدوا واحد اثنين يوه يا ثاني 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 ابي 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 معكم فرشه يلا واحد اثنين والله انت يلا والله ما ادري والله ترى ما احبها فكر منها والله الحين دقيقه يبينا قاعد هو ما يبينا قدك ابشر من يلا رايح زي كذا اشرب زي ما هو عيب تطلع صوت والله عيب والله ندرك وجه الله لا يا رجال ما عاد يصلح كرك الى يوم 90 نعم الله ندرك وجه الله نعم والله انا استطعم زي كذا ابو حسين خير طبع من طبوعي غصب لا والله ما بطبع والله يوم شفت سام سواها تسويها نعم فكر منك يا عباس يا ولد عاد شرفتك هذه الطبيعيه وش اسوي والله تسويها اقوى انت تصنعها لا هو احيانا اصطنع بس احيانا لا تصنعها طيب لا تصنعها لا تصنعها لا تصنعها فكر منك تعال 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 بوي صاحب القرار اللي عندنا شو اسمه خضر اسمع صوت صوت لا اللقب حقه شاشتر قلها والله قلها زين قلها الجنرال الجنار يقول ارحب يا عباس مرحبا يا عباس يا ابو سعود الله حي البقى يا مرحبا ومشى وينك يا ولد غايب يا مرحبا ارحب ابو خشمان الله يبقيك يا مرحبا ارحب يا مرحبا لهيب مره ولا مرتين يبكنا ماني ضعيف حسن ضعيف يقول ابكنا ماني ضعيف فلاني ولد لاش لاش ابك انا ماني ضعيف ولاني ولد لاش باذن حقي ومعطي الرجال حقوق الوضوح فضله مالي وما للغباش والرجال مقدره من حسب منطوقها والضعوف اللي لغبنا يحبون النقاش لا حضرنا في المجالس تسد حلوقها والهنوف اللي تفاخر براسي يوم شاش دون وجهي لا احتميها دونها وانا معشوقها والله انها ما تضايق ما دام الراس عاش الهقاوي كل ابوها تراني فوقها الحقوق انها الها وانا لها وتبغى العلم كاش كل شيء يملك انه يدي حقوق حقوق صح لسانك يا ابو خشمه صح لسانك يا ابو وامسك حلوقها وحلوقها والهنوف صح لسانك سامي هباس لا عاد تكمل حكمه القصيده على خشمي يا ابو حسين تامر على الحال والمال يرجي الله يطال عمرك نواف يا ربع مساكم سؤال نقاش والله استمتعوا فيه علاقتك مع الحظ وش علاقتك مع الحظ كل واحد من دامره اليوم جمعني الله اعطني انا عندي اجابه اعطني البراد من دامره مع الحظ مثل البراد حزن من دامره ورايح تم فيها ومن جرب راح داير على خشمان مره يلا جاوب حكاك وايد وحلاق قليل روح وراك يلا جاوب علاقتي مع ويش جوجل سيف الحظ مايكك والله الحظ كيف علاقتك معه مثل علاقتك مع الحزن ايش رايك الاجابه لا مثل علاقتك مع الجغمه يا ذكر يا لا تسويها جاوب يا جاوب علاقتي مع الحظ ايه علاقه وطيده والله من هذا شربي يا ولد علاقة. والله اني ناسي الموضوع والله
علاقة تعتمد على كم رفعت وهكت؟ تعتمد على الحظ. كمل 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 يا ود وهقني. ايش رايكم؟ انا بقول كلمة وكملوا ونطلع. يلا شدني بجيب العيد. السؤال علاقتك مع الحظ، وش علاقتك مع الحظ؟ خلنا نجاوب. علاقتي تعتمد على ثقة. ما بحظ مدحدر. كمل جملة. لا تقفلها. لا 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 تقفلون. احنا بنفتح موضوع بس لا تقفلون. علاقتي مع الحظ والله العظيم العلاقة هو الطيدة. صح وطيدة؟ وطيدة. انت تقول. لا وطيدة قوية. بس اني بعد مرات. تزبط معك. لا خلنا نفتح الموضوع. كمخة. ها؟ انت تقول علاقة وطيدة. طيب بكمل. يلا يلا كم كم. انا. رحت امس. كمل. يا ولد. انا. انا. انا وش اسوق شبو؟ انت انا رحت 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 ادلف ادي ورا كمل لمحمد لمحمد عقبها سيرت ينظره من؟ على ابو عبيد لا كلمتين على 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 ابو فرج امس نايم كلمتين غلط طلع برا الموضوع تدري ايش عقابك؟ تدري عقابك لا لا والله لا 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 شرب سعد انا طالب لي ابو حسين دولكم كلهم ها يا ابو حسن اعد حي والله دلعي شرب سعد كبو يا والله العظيم انك شفت انه ما هي ماسك على الدخوليات ابو خشمان جوجو ابي يروح يجيب الاربيس لا حول اسلم يا ابو فهد انت قلت على ابو فهد عرضها خط حجم جلميت نايم وخبيت خبيت يعني مشيت كيف نايم وخبيت خبيت مشيت يعني امشي وصل خبيت يعني خبيت من النوم يلا يلا نايم شلون نايم خبيت وين قل قمت قمت انا كويس ان النوم من عندك لا 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 ضايع سيرت قال علاء ابو عبيد نايم نايم عباس قفلها اذا انت نايم قفلت الموضوع تحلمت وتحلمت سيرت على ابو عبيد تحلمت نمت لا قلت تحلمت عشان نفتح موضوع جديد لا نمت سيرت على ابو عبيد بعده ونمت لا نمت قفلت الموضوع لا طيب ونام طيب. عنده يعني وقمت نام عنده قول قمت عيال عيال اتمنى يا اخي صحيح على ابو عبيد ابو عبيد ونمت ابو عبيد نمت قفلت موضوع نمت وجاني وجاني انا لعبنا قبل الصلاه اسماء صح فكنا منها يا رجال لا عطها مدن لا يا اخوي فكنا من اسماء مدن مدن والله مدن مدن وش والله لا مدن والله ما اعرف اعرف المدن يلا مدن 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 السعوديه هجر قرى كل شيء نبي اسمع عيال والله تحش لا 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 مدن 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 يلا دول دول اي دول يلا انا ببدا صباح الاحمد شفت بالغلط عندنا هالمول عندنا ممشى وراه فيه شجر 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 واج واروح انا قلت هو فاضي وادخل يوم دخلت يا مريم يمكن ولا 12 ياه وداخل دخل الشجر جرجس قلت يا لا مو جرجس اسمه قلت يا وجال صوت الاجهزه صوت الاجهزه وانا اطلع طال عمرك واروح ورا حالي وصدي يمكن 6 شوالات شوالات ايه ليه هلا هلا من الغثاء اقسم بالله منغث منهم هم كب كل شوي وصيت ستة وكل شوي بحر بحد وقت بحر بحد وقت كذا كذا والله العظيم ما تدري حرام هاتي سلام ما بغيت تقبع على رجل هناك بغيت تقبع على رجل هذا انا موافق له كل بي من بيشه نزل خاتم محمد سوالف مو خاتم من بيشه لا لا والله تقول عسكري نزل خاتم محمد شيش كيف تسمع طبعا خاتم عشيش نوفو لكل جبي كي هي يا ريجي لسم يا ريجي حنا عندنا في العطف يا ريجي حنا عندنا في العطف يا ريجي حنا عندنا بالعطف ناقتن لبوي بوي حق بوي كنت نضبي عند بوي عند بوي تدري يتيم ما عنده بو بن جدلان يقول بن جدلان يقول يا جميل هكذا من يطوي الحائل طوي
والله انت بدي على شوفة صغيرة. لو تمرين الشيوخ اهل الفتاوى يعودوا مثل يجرون الطويلة. صح توني. حاكم حاكم. رجع اضحك ربع حجامة. لا حاتم مشي. هذا هذا فنان. ام صاحب. رجاء. لا راح. ما ادري شفته قال راح راح راح. يا الربع اسمعوا. جيب مسبحتي. خلا مسبحتي. والله مي مسبحتك. والله مي مسبحتك. والله انا. يدك ايه يدك مسبح وعصا. يدي. شوف يدي. خلا معي وجهك. هذا 20 مسبح هذا 20 عصا. عشان اعطيك واحد مسبح وعصا. وبكره الرياض يجي يخدم حقاتك. لا ويصرف حق الباب. يدك مسبح ولا عصا بيقول جنبك عطري. شو شيء دقيقه. حقتني نسيت حقتني نسيت انا ولا تكسر حقت واحد ياخذ بعد تلقاها بعد تلقاها قول قول ابوي حاتم تكفى تكفى قول ابوي تكفى ابوي ابوي اسمع يا بطلع حاتم نواف بلغي 6 مرات اصواته اي والله طرغط غلط بغض بو مركبه درز لا انا كل حرف عندي فيها شده شده شو اسمك حاتم 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 حاطم حاتم الحربي حاتم حاتم الحربي حاطم ايه وانت يعني نفسي نفس الصوت انا غبي حاطم وتشوف تشوف تشوف قاعد تشوف تشوفون يرجع تشوفون طيب اللي يقول كذا زوجهن اثنتين زي كذا منهم زوجهن راحن انا اقول راحن لا وش زوج انا اقولها زوجهن منهم ما انا اقول احنا احنا ما عندنا يا المتكلم قاعد ولا عندنا النون لا طيب عادي احنا نقول زي زوجهن زوجهن وداهن وداهن جابهن جابهن احنا بالميم جابهن وداهم زوجهم عادي قول تدري تدري احنا عندنا يا المتكلم حذفينا اللغه العربيه يقول اللغه العربيه مئات السنين يتكلم عن يا المتكلم هلون وشمر شيلنا لا احنا ترى في شمر ايش يقولون ما يقولون إيه مثلا مثلا بعطيك مثلا يعني مثلا بقول تروني احنا ما نقول تروني ترى حلو حلو لا ترون 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 انا ما يقول ترون مثلا نقول نيغو ما مثلا اقول بحربي لا هذه ما تجي طيب قصمان بعد كذا شوفان جعني ما اشوف اخي علي اي شوفان ما يشوفني ما قلت حسين بن الميس حسين بوه صحتك عثمان طيب لا جا لا جا اسولف معك عقاب ايش يقول؟ تدري وش؟ يقول جعني ما اشوف حسين بن الميس وذا وعلي اخي دعوات قويه هي بس انا ما افهم انا تدري الموضوع محام ايوه تدري ان عقاب بن حسين مدري ايش بالليله هو عنده دعوات قويه تدري انه صار بالليله بالليله بن ليله بس هم يقول ليله يا الليل ابغى شوفان جاء يا الليل ونعم ونعم بخشمان كل صراحه تبي صدق دبري عليك كم ذبه انا ماني مسامع بالله وش كان جرجس بالله وش كان موضوعكم انت كان جرجس وانت عادي اشرب يا جرجس لا جيت لا جيت ها شفت ايه ودي سم اشهد بالله ولا تعال جيب خبز عزوز انا عزوز انا ادري عزوز انا عزوز انا ادري انكم ما يطالعوا قلبك تكذب علي وش كان موضوعكم والله كان موضوع ماسكينكم من البدايه ماسكين واحد لا 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 صدق اي والله اي والله اي والله والله العظيم وانا لحقتوني بس انت وينهم انت قلت انا اللي قاعد اقول نبدا فيك على طول كفو اللي قالت انك زربوع اللي قالت انك راس ما يقدم للصعايب ما هو راس كفو ابشر بي نوه لكم بي بوه اللي بوه ميت بوه 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 اللي ما عنده بوه اشهد ان بجي تلطيم امس مسرحيه مش جاحد اذا ما عنده لا اتحداك نواف نواف اتحداك بدون مساعده زايد الاكلبي اتحداك تعرف الكلمه هذه وش اره ايش اره زي مثل ما تقول زود صب زي كذا صح لا لا ارهني لا. اره اره هل ناظر لا شوف هلا صح صح اره هذا اره اره هذا احنا نقول اره يعني زود كثر اره هذه اره 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 لكن اره اره شفه اره يعني اره اره بالشيء اره بالشيء معروف انت منين عرفت اره من طلع انت خالد
ما هي عندكم. ايه من ربيع انت خابر. حنا عندنا اره عليكو. لا لا عليكو هذه لا لا, لا 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 عليكو كذا. لا انا اقول يعني سلام عليكم شلونكم شو اخباركم. لكن فيه مثلا عود به نواف انا تلولس على حاته. تلولس كيف؟ تلولس ها تمسك فيه. تشبص فيه. تشبث. تلولس. وش بعد؟ احنا واضحين ترى. لا تلولس تبوه. احنا واضحين. يعني بتلولس تبوه. ايه مثلا مثل يا طويل العمر كلمات مثلا صنه. صنة 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 كف. اي صنة كف مثلا كذا. طحنا من البنغالية يا فتشر. طحنا سعوديين. فتشر. لا لا فتشر فتشر. شو اسمها الثاني من شيء على الله كلمات واجدة. فكسات فكسات على وش قليل يعني. مامن فتشر. مامن هذا ما عنده فتشر. لا ما فتشر قليل. شوف طالع ناظر. يا ريال او يا ريال نضحك لا ويا ويا اسمع العيل. اسمع العيل عطى عطى البيت. لا احنا ما عندنا عيل. دقيقه دقيقه بالله والله عجبك. اوه يقول زايد. ايش يقول؟ اي كزايد. الحمد لله بالسرى وبالضرى واستغفر الله عن طيشي وتقصيري. ان كان ذا الليل انا اللي طالع برا طالع كامل نجاحي مع جماهيري. خذ الاستديو هذا هو روح شيل لنا شلتين ذكر خلينا نشغلها يوميا في الصباح. يكفي نواف منصورك. لا ما يبي ابو هلا وازعجك. لا دحين العين مقفل الصح. تدرون هذا دخل شاعر بيطلع من جد؟ والله صوته صوته قوي قوي. يقول بعدين الحانه حلوه. يقول ادري شكل يومي انك تدخل حسابي وتشاه داخل جديد فيك سويته. ابى اسالك ما ذبحك الشوق في غيابي. ابى اسالك صدق صوتي ما تمنيته. انا سبايبك هاجر معظم اصحابي والحزن من يوم ما قفيت خواته. والمشكلة شايبك لو تأكثر أتعابي ما هو بمن صليا مني ترصي العود الخامة. مشكلة صيدين في حاجة وانت مشكلة. ويقول بعد رحتي ومع روحتك راح الطموحاتي ولا في حاجة عقب فرقاك موجود. ألا غلاك وحنيني وأجمل أبياتي مش عارف خاطري ما هي بمحدودة لكن ما زلتي هوى نفسي وغاياتي يا بكر حبي في هالدنيا وعنقوده. عموما ان كان مريتي حساباتي تراك في كل شيء يمر بقصور. يا سلام يا سلام. ال35000 اتحدد اي مشارك 35000 اصلا كنت تفكر القصيده. لا والله قد حلونا عزوز تخبر اللي حافظ فيها لحن حافظ انا اللي يقول يا لا 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 يا لا 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 ايه ابي يا ابو علي صار لا من مره امرني كنا يستعجل بخطوه اجي تعدى يا ابو علي صار لا من مرني تنا يستعجل بخطوته لاجلي تعداني العين في شوفته لمر ممتنى وانا والله ما ادري من اللي موت بالثاني نبغى من الحظ والله ما عطى منا يا ما تمنيته يا ما تمناني نبغى من الحظ لكن ما عطى منا يا ما تمنيته يا ما تمناني يا ابو علي صار لا من مرني كنا يستعجل بخطوته لاجل تعداني. الله الله ليه طيب ليه؟
لانه في فرقه وهي قصيده طويله يقول يعني اول ايش يقول كنا ما في فرقه طيب. لا يقول اول يسوي المصاعب ايش يقول والحين ما ادري ايش يقول صار ايش يقول حط العذر ايش يقول عيال عمان طيب كنا ما في فرقه كنا ما في انت والشاعر على كيف مو مو على كيف ترى انت لا تعاتبني انا عاتب الشاعر انا مالي شغل انا اقول لك اللي قال بس قسم بالله انا اقول لك اللي قاله انا اشوف من القصيده ومن الابيات انها ما يبي يحط عينه بعينه ليش يمكن عشان الغرض راح ولا يبي يشحن عمره ويجرح نفسه طيب الشاعر ترى مو عبد الرحمن خشمان انا والله ما ادري انا اقول لك يمكن حاسس الشاعر كذا يمكن 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 والمعنى وينه هو بطن الشاعر خلاص كادت تحدث كادت والله كادت والله يا عيال قسم بالله قسم انها ثاني واحدة سوت دف ما قسم بالله انا ذهبت والله والله ذهبت كل ذهب انت اي بالله يا رب والله سنتين سنين لا ما نبي سنه نبي يوم عاد سمعتك المهم عشر ابيات مدح عشر ابيات مدح للي يسمع المستمع بس قصيده كل ابوها لزخ صح كيف يعني قد سمعت قصيده اندري بامباي كيرلا لا مدح بعدين كيف اقول لك اقول لك حاجه لا تستعجل اسمع خليني عشان اشرح لك شو انت ترى الحين انت تسمع قصيده شاعر يكتب قصيده ويلقيها حلو مستمعين كلهم يحسبونها مدح منظر قصيده بطنها كلها لغه نفس اللي يقول لا في تصير يا نواف منزل عالي اسمع سلام. لكن في هذا قصدي قبيلي وما قلت لك الشاعر لا في في تمرير عرفت كيف ابو محمد مثلا اني اشوف انها ببيت البيت هذا جاي على طرفي عرفت كيف بعض الكلمات تجي على طرفي أي نفس 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 تغيم ظلماوي يوم يقول لبدر رشيد يوم يقول له تقلب روحك يا قلع عذريب لو تستحي ما تجمع الطيب كله طيب اسمع اسمع دقيقه ترى خشمي قدامك في شعراء في شعراء يسوي في شعراء يستخدمون آلية مثلا اني انا اقصد ابو محمد يقول ايش يقول يا زايد ايش يقول انا ما ابغى منك لا مال ايش يقول ولا جاه ولا كذا ابغى ايش يقول تعطيني ايش يقول من طيبك حلو تجي على ثلاث حاجات متخيلينها تجي على ثلاث حاجات يعني طيب زايد راحي يبي من طيب لا تجي ابي من طيب ابي من طيبك لان ما عنده طيب اصلا ردي ابي من طيبك عطر فهمت ابي من طيبك اثبت لي ان عندك طيب ايوه شلون تجي طيب ايوه هذا تجي ولا هي بلا صح اعطني من طيبك من كثر طيب يا اخي فنان انت عنك الحين جبت يا رابع تراكم ما بلشتونا بالقصيد ابلشتونا قوم هناك قوم هناك اصبر جبت لي نفسك يا الله قلت القصيده صح تكتب لي شباب سنتين سنين ذا سنتين سنين علي اه انت جايبها التحليل قل لي قل تحليل قصيده توقع كيف اوقف حصل لي نفسك اللي هنا بترك اسمع يا دكتور غسان حطيتني بالكمين حمد السعيد يا حمد السعيد انت دكتور غسان اسكت المهم يا الربع سنتين سنين سنتين من السنين اسكت ست سنين صارت لي قصة انا عندي سالفة طيب ابغى اقولها انت قلت قصتين يكفي خلاص ما قلت قصتين قصيدة واحدة ابو محمد ثنتين الظهر وحمضيات بارد وعلى الشاص ومشغل ميحد حمد يقول الله يا وقت مضى وايام مرت وين ايام عهد الوفا وقال يا عونة والشاص بالثالث يقول والشعورك والعصبة هذا يمكن جاهل كبرنا الله يا وقت مضى وايام مرت وين ايام عهد الصبا ويقال يا عونة احنا فوضك لا سنة لا يا احمر والله ما عندي ثبل انت ولا في احمر شفها هو اخ انكب عليه انكب عليه قهوة مو بهاللون ما تعرف تسوي انت وش مي بهاللون اي مخليها لك الا هاللون وهاللون اي جاب الطاري انستحور وش ولد انت قسم راح ها وات اسمع ها يبغى بقى اسمع شنو اسمع يا رب يعني شنو بعلمكم سالفه سالفه حصلت لي انا حصلت لي انا يا عبد العزيز انا يا رفيقكم سنتين من سنين ها سنتين من سنين السلام كنت جالس انا والوالد قال كسكي طلعت سو لا اسمع وقال يا وليدي بصيك ثلاث بصات قال يا وليدي يلا تاخذ العونه الشيخ اسمع انت ما جالس
لا لا هذا بقولكم قصه صحيحه. اسمعني احس سوالف يقول انا كذاب فيها. تذوب تذوب لازم تذوب تذوب. اسمع سنت من سنين انا ما اعرف تذوب اجيبه صحيح ولا ما اعرف. كذاب واكثر واحد يكذب هو. لا هو كذاب ينقبط اقول له صدقني اصدق بس لا كذبت انا كذاب. هي كسوف واضح انها كذب كسوف واضح. انا من رجيل ومره ها رجيل ايش قربت اروح؟ بعد اتعلم اكذب يا رجال. ايش قربت اروح؟ بتعلم تعلم تسد تحت البث. لا بس اسمع لازم الواحد الحين على كاميرا ما يصير اسكت استرسل كل مره لازم استرسل كذب استرسل ريان بلوي خلنا نجرب خلنا نجرب اكثر واحد استرسل كذب استرسل ريان استرسل يعني كذب ايش سبع سوالف في سالفه كلها كذب خلنا نجرب سالفه انت شوف اسمعني خليك معي دقيقه اسمع حلو يا عيال اسمع دقيقه اسمع اسمع خلنا نجرب استرسل سالفه كذب انتم يلا راح ما عليك ازعل المهم يا عيال مره من المرات زين كنت واقف انت مول. دقيقه دقيقه ترى والله ما اعرف كم السالفه قبل شيء بيشتري العصر يشتري العصر اسمع يا ابتلش ما ادري هم سراح ولا مسرح قخله اسمع بعلمك تكفى فاهم كذا تكفى فاهم كذا فاهم كذا انت الحين جالسين بيننا صح؟ اقعد جالس ظبط الكذبه في راسك يا اخي بديت تكذب على طول لانك بديت تكذب تبين عليك لكن انت ظبطها عندك موضوع اطرحه واهم شيء نهايه السالفه لا لا عادي عادي لا انت سالفه قلت العيال ضحكوا بعطيك مثال خلونا نكذب الحين استرسل الكلام لا ما شوفوا انت بسمع شوفوا انا اصلح اني اسوق كنت كذاب ولا ما اصلح تمام راح بس حط فكره براسك قلت لا تسولف حطيت فكره صغيره انا من رجيل ومره رجيل ومره كنت بمول طلعت انا تخبرون قالوا انا رايح ما اشتري جابوي المهم جاني كلام اني معك كنت كذاب داني كلا جاني رجال قال يا رجال تكفى تجرب السعد لبي قال يا ولد انا احتاج 50 ريال بس قلت بس قريب اسمع قال لي يقول ما بحسابي الا 100 ريال سوي كذا لا حمار فكري اسكت يا ربي لا تخرب علي خله زايد تخرب قال ابي 50 ريال قلت له ابشر دورت كاش الا ما معي فرجي كذا ولا ما في صرافه قلت خلني اركب اروح للصرافه اقرب صرافه يا سعد هو لا ركب معي بالسيارة. المهم هذا اللي يشبك بالسالفة. قلت له اسمع قلت له امشي. ركب معي الرجال مشينا طلع مركب فرينا شوي ولقاك صرافة واسحب 50 ريال. يوم اعطيته 50 قال الله يبيض وجهكم ومدري وشو وانا اروح اودي بيته. يوم وديت بيت طلع بيتي هو كبير. فخم. كبير فخم. قال ادخل. هذاك كان الموضوع. المهم يوم قال لي ادخل وانا دخلت. اسمع. يوم دخلت قال لي المهم داني رجال ثاني طلع فاجر يعني اسمع قال لك موضوع بعد اسلم هذا شنو هو تاجر حلو بس طالع المول يختبر الناس اذا كان فيهم خير ولا لا انا طلع في ذي خير اعطيته اسمع خليك انت استرسالك السالفه حلو بس يختبر الناس هذه سالفه تخاف قديمه عليها والله فيها درس تدري وشو؟ انك تدفع بعدين ربي يرزقك مثل جمعية عروة اسمع تدفع اسمع خليكم مسافتي الربع خليكم مسافتي فيك والله صادق خليكم مسافتي ادفع بنية طيبة اسمع ادفع بنية طيبة طربة رب اسمع خليني احكي الموضوع يبي يختبرك المهم يا الربع عزيز لك يا ولد بعلمكم سالفة خليني بحكي يا ارحم امك ما خلص ما ختمت السالفة ارحم امك وش سوى كم دخل يوم جلس طال عمرك بالديوان وهو يجيب له قهوة ويقهويني وهذا وش مواتر رايز بنت لي جي كلاس كل المؤتر الغالي عنده او يجي طال عمرك ويجي يفتح سياره ويجيب ظرف ويجيب له ورقه توقعاتكم وش هذول وش قال لي هذه السياره هذه اللي هي روز رايز اخر موديل حلو موديل 2024 والله معك روز رايز انا ما تجي هنا اسمع ما اخذته يا ما اخذته خل اكمل اي صح الظرف به 1,500,000 و32 ريال انا حسبه وفيه ورقه توقع وشو وش يبي يزوج بنته. اوف. قال لي عاد تخير تبي تزوج بنتي ولا تبي البنت اللي ولا تبي؟ قلت والله العظيم ما الغالب الطالب. قلت والله ما يجيني ريال ولا يجيني شيء. وانا مسوي الوجه الا. قال بنتك لك. الله يبيض وجهك انا والله انا مساعدك. انا عزيز نفس. قال يا ولد يا عاد قلت ما مره. قال امسك هذه 50,000 قلت الله يبيض وجهك وانا اخذ منه 5 ريال احط بجيبي ورجع له 50 قلت هذا 5 ريال بدال ال 50 نقصت الصفرين. وانا اسلم عليهم طلع رسام ما طلع يوم طلعت تسمع خليني اكمل باقي خاتمه يا بها يوم طلعت خاتمه اقول لك عامل نظافه يوم لقيت عامل نظافه اعطيه 5 ريال ايوه وانا اعود
طلع عنده بيت كبير يشتغل. لا يا غبي لا يا وانا اعود السياره يوم طلعت سياره طافي بنزين وانا ارجع راع البيت سامع قلت والله محتاج 20 ريال قال لي قلت والله سياره طافي بنزين قال قال بس خليك والله يعطيني 20 قلت والله ما اخذها 100 ريال وارجع 20 وانا اروح طال عمرك يوم رحت واروح المحطه انا اعبي فل يوم عبيت فل كم بقى معي؟ بقى معي 23 ريال اول ما عدت شوي زي كذا وانا القاك مطعم ادخل المطعم القاك واحد فقير وانا اعطيت 23 طال عمرك السالفه والله ما رحت انت الا بعد بكره السلام عليكم جيت انا طال عمرك انا وانا واقف قدام المطعم وانام بالسياره يوم نمت طلع هذا كله حلم قعدت منه بس والله يا رحل زين خلصت السالفه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اخذ العدو ناصر 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 14 تكفي ناصر حاولك تعدها انا ما بقول 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 10 11 12 13 13 لا 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 انا قلت 10 لا 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 دقيقه دقيقه ناصر 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 الله يكرمك قهرتني تعال 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 والله بمز عليك دقيقه قبل اعود تحت البيت نبي شيله فيحان نبي شيله فيحان دقيقة نبي شيء تحان خلاص نازل. خلاص مسكر شوي نبي شيء تحان واحد اثنين ثلاثة يا مخرج أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نبي شيء تحان 11 شغلنا شيء تحان فضلا وليس أمرا 14 من الأعماق شكرا 17 18 19 قود أنا أحسب اللي يجيب رقم أديت بس يلا يلا ثلاثة أربعة خمسة ناصر ناصر سبعة إيه ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 يا 13 الحالة 13 الحالة يلا لا تقول 14 خلاص 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 انا نبي شيء تحان نبي شيء تحان واحد يا قهرتني اللعبة ذي وقهرتني لا ما يسمع قلت ما تلعبون أربعة واحد ايه انا فايز عليك فايز اثنين ثلاثة يلا واحد ناصر 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 سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ايه ناس فيها فيها بنص انا لازم افوز واحد عرفت عددها 2 3 4 5 13 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 يلا يلا عددها واحد مخرج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر إيه صح إيه يلا خيرا يلا يلا ناصر ناصر المرة ذي آخر مرة أبو فوز عليك فوز عليك فوز يلا واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ايه جت اخيرا يلا يلا انا يوم اقول لا سبجتوها لا خلاص خلاص واحد اثنين انا كنت لعبتها انا وسيف مره بس ست سبع ثمان تسع عشر 11 12 13 13 12 13 14 15 16 17 18 19 هذه كانت لعبه اللي اعطيتك قسم واعطاك بيك في نصف البحر ايوه هذه قبل شوي انا نسيتها شوي يا لبس هذا لبس هذا هذا لعبه الذكاء اللي يطلع الرقم بينجل بينجل غايل غايل تنح شفت عقاب تدري انك تقدر تختار الرقم داخل ما تعلمه احد ويعرف الرقم ذا في ذمتك والله في ذمتك عقاب هي كذا اعرف ناصر يلا بختار رقم يلا تعال بتحدى اخترت رقم ايه اختار لي الرقم اعطاك ابوك نفس الرقم لمست الشمال حلو بس انا عشان لمست الشمال اروح اجيب احذف نصها في البحر لا تروح تهرب طيب ورجع لابوك حقك وين ما تبي لمست الشمال تبي والله ايه شفت كوعي هذا وين
ارتقاء، انت تستطيع. هذا خذه. انا قلت كلمه لا على كلا على الفجي شرب ساعتك خلاص عطم فتح بعد الهواء ولد حصانه الاسبوع الجاي مره ثانيه طلع شلت حاله اطويك اطويك عطني بيت اطويك يا طويق انت ثابت والعرب نانانانان من زين عينك حددوني حددوني ذيبا في الجبال والذيب فتاك ثم جئت اهوه صار الذيب جني ازعجوني بتاويل الفطل هذا وهذاك وذر ما عندهم أصحابهم غير الهبني عندهم أصحابهم غير الهبني كنت ها كريم يا بارق سارة كريم يا بارق سارة ما حلا رزيز الرعدي يا أبو ثويب مشجرة توه من السوق شعري سوق شعري قم حبني لا تعذر والعذر ماني باغي والعذر ماني باغي تعال تعال خالد احنا في القمة انت متوحل في مكان مو بكويس احنا نبي ننقذك عطنا يدك يا خالد خالد لا تشخصنها ابو يا ما شخصنت انت ابو عبيد القمة تريدك كل واحد يعطينا بكلمة ابو عبيد القمة تريدك تتسع لكل النجوم وانت قمرها ابو عبيد قمرها يا ابو عبيد ارجع جاجك ابو عبيد ارجع جاجك شاش 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 شنو اجنا في القمة القمة تريدك القمة تريدك رجع جاجك يا ابن عمي خالد عبيد ما ودي اسيبك بالارض في الوطن اللي انت فيه على الشيطان انا ولد عمي شيطان قاعد فيه اعتذر من هذا المنبر وعلى صعيد الشخص العن الشيطان وقعد غنى العن الشيطان وقعد في مكانك لا تحاول اي حاجه اشتري مبشر 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 اعتذار 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 هم خربوا جلساتهم خلنا نخرب جلساتهم لا 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 اصبر 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 خلوا دشرف على القمة يا باي الذن وقام الصلاة فالركعة الأول والثاني يعلم طاحة عمامته سلم شرف على القمة يا باي الذن وقام الصلاة فالركعة على أولها والثانية ثم طاحت عمامته دي بكمل الفراغ يا ابن النوت حلقت قرق كل ما نجي نقز قول كن قسم بالله كن وين كان هذا خشم هذا يا ولد روشني الله يقرفك ابو فهد هاي والله تخمه تخمت الحسيه رضع من امك تعال اعطيك خشمك يا لا 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 انا تخمت حسين يا ابو فهد لا لا ارجع انا اسند على اللي بجده وانا اوريك قدام الملا يا انك تعتذر اعتذر للشيخ هباس بن الهباس انا لاصلك صلي لا لا نعتذر نعتذر ولا تصيد نعتذر دافن ما هو بصاحي نعتذر اللي ما يبيها مرحبا مليون ما لا 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 يا لا 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 مرحبا يا خالد اللي تريد لا 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 وخر وخر تكفى
انا بقولك بيه والله صقعتك هو خشم وشوف اذا هو صحيح ولا لا. يا سالم القارية اللي تحتنا راحت مد يا سالم القارية اللي تحتنا راحت ما راح السحاب اللي تبات امطر الليلة ولا شفنا لك امطار اللي مضبوط يا خالد عبيد جعل اللي كذب يا كل من اللي يا خالد يا خالد عبيد جعل اللي كذب يا كل من اللي برتقال فاللقمة هلا أولا والثانية ثم قامتك يا سكربت من قدام مية على مية همة وحيوية إلى النجومية سكربت من قدام سكربت من قدام أرحبوا وأرحبوا هذا سكريبت أرحبوا وأرحبوا هذا سكريبت عطه على جوه واللي تبي سوى القوة القوة سكربت من قدام سكربت من قدام سكربت من قدام ارحبوا وارحبوا هذا سكريت ارحبوا وارحبوا هذا سكريت العز والهيبه للي ما تدريبه الاول نجيبه سكربت من قدام الروس معصوبه والنار مشبوبه لا حميه شوبه سكربت من قدام سكربت من قدام ارحبوا ارحبوا هذا سكريب ارحبوا ارحبوا هذا سكريب هذا سكريب هذا سكريب